وبنفس الوقت ودائعنا عم يستعملوا لتهريب المازوت لأصدقائك بسوريا. هيدي الودايع أنا ما عندي مانع. عم بتوجه بالجحيم الخامس، مش رايحين على الجحيم. يمكن أملنا إذا تشكلت حكومة نوصل للجحيم الرابع. اثنين، في ناس اليوم ما معها حليب أطفال لأولادها. وبنفس الوقت عندك ودائعنا مصرياتنا بالبنك عم بيتهربوا مازوط على سوريا. حضرتك القائد الأعلى للقوات المسلحة. بتضلك تقول ما عندي صلاحيات وما خلوني. تفضل أعطي أوامرك للجيش اللبناني يوقف سرقة ودائعنا لسوريا. وهي المصاري استعملوها لطعموا الناس. لتجيبوا حليب أطفال. سكوتكم عن هاي الجريمة. هذا بيعتبر تجاهل، هذا بيعتبر عدم تدخل لإنقاذ ناس بخطر. في ناس عم بتموت يا فخامة الرئيس. تفضل يا مجلس وزراء ما في. حضرتك القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطي أوامرك للجيش يوقف التهريب فورا ويوقف استنزاف ودائعنا. نحن ودائعنا بدنا إياها تكون لأطفالنا. بدنا إياها تكون للناس اللي ما معها حليب. اوكي، هاي النقطة الأولى. تاني نقطة، كل تأخير اليوم بمباشرة المصلحات، كل تأخير شهر كلفته سنة على الشهر على الشعب اللبناني معاناة. المجتمع الدولي، الناس، السفراء يلي أنت عزمتهم قلت له شو رأيكم؟ كلهم قالوا لك بدنا حكومة غير حزبية. تعطي حضرتك جدول ب 18 حزب، ب 18 اسم حزبي ومصر عليه. اليوم لبنان بخطر، ومثل ما قلت لك بالنسبه للاكل بالنسبه للشرب الكيان اللبناني سيادته بخطر. ما في حكومه، حكمت بلد بدون موازنه، وعم بتقولوا بدي اعطي دروس للعالم. وهلا بكون تعطوا دروس للعالم كيف تحكموا بلد عم ينهار بدون حكومه؟ باي منطق هيدا؟ عم سؤال اليوم اذا الشباب رئيس الجمهوريه لعلكم وقدم استقالته، مين بيرجع بينتخب رئيس جديد؟ مش نفس مجلس النواب؟ ليك لاقول لك نحن واقعيين. اليوم في رئيس مكلف وفي رئيس جمهوريه. ساعة البدو بيحضر جلسات الحكومه وبيترأسها. كل شيء عم نقول لهم اياه. في شيء اسمه حل انتقالي. يعني في رئيس جمهوريه ورئيس حكومه، هيدي مواقع دستوريه نحن معترفين فيها. تفضلوا ألف حكومة من غير الحكومة. يعني أنت قبلان تألف حكومة اختصاصيين بس برئاسة سعد الحريري؟ أنا ما عندي مشكلة بالرئيس المكلف، ما عندي مشكلة مع المواقع الدستورية. المرحلة الانتقالية ببساطة إنه تدمج المواقع الدستورية الإجبارية. رئيس الجمهورية